الأساطير القديمة لشعب موريشيوس تقول إن هذا الجبل كان رجلا في يوم من الأيام، ولكن كثرة أكاذيبه حولته إلى حجر. عندما يقول شعب موريشيوس عن جزيرتهم بأنها جنة الله على الأرض، فعليك أن تصدق ذلك. 50% من الهندوس و30% من المسيحيين و15% من المسلمين بأن يكونوا جميعا موريشيسيون بنسبة 100%. لقد كانت هذه الدولة الأفريقية مستعمرة فرنسية ثم إنجليزية قبل إعلان استقلالها. بحثت موريشيوس عقب استقلالها عن حلول مبتكرة حولتها خلال 50 عاما إلى إحدى أغنى دول أفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي. ولكن كيف تمكنت جزيرة صغيرة وسط المحيط الهندي من بلوغ أسباب هذا النجاح؟ تحولت موريشيوس في البداية إلى وجهة سياحية متميزة، وقد شكلت السياحة قرابة 8% من الناتج المحلي الإجمالي. وحصل حوالي 20 سكان الجزيرة على وظائفهم في هذا المجال. لنتعرف أكثر على ذلك، تابعنا فلورنت وجيرالدين أثناء رحلتهما لقضاء شهر العسل في موريشيوس. وكهذين الزوجين يزور حوالي 1,000,000 شخص هذه الجزيرة كل عام للاستجمام في منتجعاتها الفاخرة. ذهبنا برحلة ممتعة على متن قارب حملنا عبر ما تسمى بالبحيرة الزرقاء ذات المياه الدافئة الصافية، والتي هي موطن 72 فصيلة مختلفة من الأسماك الاستوائية التي قلما تتاح للمرء رؤيتها خارج أحواض الأسماك. تجربة مميزة لن ينساها الزوجان السعيدان على الإطلاق. إطعام الأسماك المرجانية قطع الخبز هو أيضا جزء من الرحلة، ولكن ليست الأسماك وحدها من تشعر بالجوع على هذه الجزيرة الصغيرة النائية. وفي أثناء انشغال قبطان القارب ومعاونه بشي المأكولات البحرية، ينطلق فلورنت وجيرالدين لاكتشاف أنحاء الجزيرة بمفردهما. Ah ben c'est un petit paradis, un gros paradis. On est vraiment ravis, c'est franchement des super, un super voyage de noces qu'on est en train de passer. Et avec entre la plongée, voilà, la virée sur les petites îles, c'est vraiment super quoi. La plongée, avec les poissons, les arcs-en-ciel. Voilà. الكركند الطازج وهواء البحر العليل غالبا ما تكون أبسط ملذات الحياة هي أفضلها. والآن سندع هذين الزوجين يتناولان طعامهما وسنلتقي بهم لاحقا. لا يمكن أن تشكل السياحة المصدر الوحيد لثراء موريشيوس الفقيرة بالموارد الطبيعية. لاستطلاع هذا الأمر صعدنا إلى سيارة أشرف أوزرالي، سيصحبنا هذا الاستشاري في التسويق والاتصالات في رحلة إلى قلب المشهد الاقتصادي الموريشيسي. عبر أنشطته المهنية تشكلت لديه علاقات شخصية مع عدد من رجال الأعمال، وأصبح يملك وجهة نظر جيدة حول قدرات الجزيرة الاقتصادية. أراد أن يشرح لنا طبيعة المنافسة بين البضائع الموريشيسية ومثيلاتها التي تصنع بتكلفة أقل في الدول الآسيوية، وعرفنا على أحمد بركار المدير التنفيذي لمصنع كبير. Okay, bonjour les créatifs. Let's have something interesting on your screen. Can you explain what's that? A monster design. So and then you'll add the colors and you know how it goes in terms of process. Once you finish your design, yes. What happens next? I send it to the client. To the client directly. Okay, then he approves the design and make changes. وقعت الحكومة الموريشيوسية اتفاقيات تجارية مفتوحة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية و22 دولة أفريقية، ما أتاح لها وبكل يسر تصدير نحو 200 مليون قطعة ملابس، وذلك بسبب قدرتها التنافسية
Africa, which is now the emerging continent, becoming a major market for Mauritius, and due to the proximity, and we have a 45% duty advantage. So that gives Mauritius a new dimension, a new market access, and a market which is growing at 7-8% annually. And South Africa has been our first market, but the rest of Africa is developing. So we feel Mauritius has a future in textile. We will never be a China, we'll never be a Turkey, we'll never be India or Bangladesh, but we will always be a niche producer for fashion retailers, offering quality product at competitive prices and in very short lead times. And that's our strength. من خلال الاستثمارات المستمرة واتباع الأساليب المبتكرة تمكنت الشركة من البقاء في إطار المنافسة. في العام الماضي وفي خضم الأزمة الاقتصادية العالمية ارتفع حجم الاستثمارات الخارجية بشكل ملحوظ ليبلغ 1.5 مليار ريال، ما شكل مصدر فخر دائم لرئيس الوزراء الموريشيسي الدكتور نافين راموغلام. Now an investor comes in, he applies for a permit. Within 3 days he should get his permit and start his business. He can have 100% shares in his company. He can repatriate his profit as much as he wants because there is no foreign exchange control in Mauritius. We have lowered the tax. We are one of the lowest tax jurisdiction in this region, 15%, both for personal and corporate tax. We have a strong financial sector. على مر السنين أصبحت موريشيوس أحد المقرات المفضلة للبنوك الخارجية، فالاستقرار السياسي للجزيرة بالإضافة إلى قوانينها لحماية سرية معلومات الأفراد والشركات، كل هذا ساهم في تحويل موريشيوس إلى ملاذ ضريبي متميز. Donc là on va de l'autre côté à gauche, là c'est le bâtiment du premier ministre. Là nous passons devant Bank One. Bank One qui est juste là. Au fait, le gouvernement a des politiques très précises visant à encourager de grosses sociétés financières et bancaires d'avoir leur head office à Maurice avec des incentives très précis. Beaucoup d'investissements qui sont destinés en Inde, en Afrique, passent, transitent à travers Maurice, ce qui fait le dynamisme du pays dans le secteur financier. أثناء توجهنا للقاء بعض مديري البنوك والأرصدة الاستثمارية هبت عاصفة أمطار غزيرة تسببت مباشرة في حدوث فيضانات في المدينة، امتلأت سيارة أشرف بمياه الأمطار وأصبح من المستحيل قيادة السيارة في شوارع المدينة. Et plein de gens sur la rue. On avait prévu d'aller voir les banques et d'autres entreprises, ce sera pas possible. Impossible. Tout le centre de banlieue paralysé. Voilà. Ça arrive souvent ? Non, une fois l'an, très rarement. في الواقع لم تشهد موريشيوس عاصفة كهذه من قبل. خلال 45 دقيقة لاقى 11 شخصا حتفهم أثناء الفيضانات، وخسر الكثير من السكان كل ما يملكونه. في منتصف البلاد السماء محملة بالغيوم، ولكن لا فيضانات هنا. افتتح صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أكاديمية الدوحة منذ حوالي 10 سنوات. ضمت الأكاديمية عند افتتاحها 125 طالبا، والآن يوجد قرابة 2000 طالب وطالبة في الأكاديمية التي أصبحت واحدة من أفضل وأرقى المدارس على الجزيرة. الساعة 2 مساء بالنسبة لسلمان حان موعد حصة الفيزياء. على الرغم من أن هذا الطالب لا يعرف الكثير عن قطر، إلا أنه متعلق بالدولة التي ترعى مدرسته. C'est une formidable école tout d'abord parce que j'adore cette école. C'est pourquoi. Pourquoi tu adores cette école? Qu'est-ce qu'il y a de aussi? Bah, je suis entouré de mes amis. Je suis avec eux depuis plus de 5 ans et il y a aussi les professeurs. Que la plupart nous aiment, nous encouragent à faire mieux. C'est ce que j'aime ici. En plus, on peut faire la prière, on a même un terrain de foot. J'adore ici. يفضل سلمان حسين مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية ويحقق فيهما أفضل الدرجات، ولكنه أيضا يحب لعب كرة القدم أثناء الفسحة، ولا ينسى أبدا أن قطر تقف وراء جميع إنجازاته.
c'est une nécessité pour tous, c'est le droit de tout le monde. Chaque enfant a le droit d'apprendre, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Pas partout dans le monde que les enfants peuvent apprendre. Ici à Maurice, le Qatar nous aide. Tout ça pour que nous ayons accès à l'éducation. Et je pense que c'est très bien ce que fait le Qatar, mais il faut dire que dans les pays africains, tout le monde n'a pas cette chance. Alors il faut, comme nous ici, il faudrait profiter le maximum, donner notre mieux pour pouvoir progresser dans la vie. يحلم سلمان بأن يصبح طبيبا في المستقبل وأن يخدم بلاده. بعد إعلانها للاستقلال عام 1968 كان اقتصاد موريشيوس مبنيا فقط على صادرات السكر، واليوم لا تعتمد الدولة على السياحة أو صناعة الأقمشة وحسب، ولكن حتى في قطاعها الزراعي دائما ما تعتمد موريشيوس على الإبداع والتجديد المستمرين. ففي الأونة الأخيرة بدأت بعض المشاريع الجديدة في الظهور في عمق غابات موريشيوس. في نهاية هذا الممر الصغير قام ديباك ياردي مهندس علوم الأحياء الدقيقة باقتطاع أشجار المنطقة لكي يزرع الخضروات الطبيعية. Previously this was a jungle. When I came here, this road and absolute, this was a tea estate, abandoned. Wow. So I was fortunate to have organic land. It was not contaminated. Pure virgin land. Pure virgin land. So last 25, 30 years it was not cultivated. True. So it helped me to get certification very fast. Fine. بجانبه يقف مستشاره أشرف والذي يحاول مساعدة هذه الشركة الهندية على تحقيق النجاح في عالم الأعمال. Okay. Please follow me. ووقع اختياره على موريشيوس لتكون نقطة دخوله إلى السوق الأفريقي، في حين أن الأبقار الأفريقية العادية تنتج ما بين لترين إلى 3 لترات من الحليب يوميا، فإن بعض الفصائل المعينة من الأبقار قادرة على إنتاج قرابة 30 لترا من الحليب. ومن خلال استخدام التخصيب الصناعي وأفضل عينات نطف الثيران ستصبح أبقار تشيبتل الأفريقية في المستقبل قادرة على منافسة إنتاج مثيلاتها من الأبقار في الدول المتقدمة، وسيتم شراء عينات نطف تلك الثيران المعبأة في عبوات صفراء من موريشيوس. But normally it is $10 to $20 each straw. The advantage of this technology is that one bull with natural serving can make around 100 to 150 cows pregnant. But in this technology, one bull gives me 30,000 straws like this. So one bull can make or impregnate 30,000 cows. تحسنت هذه التكنولوجيا على مر السنين وأصبحت تستخدم مع الكثير من الكائنات الحية ومن ضمنها البشر. نحن الآن في واحد من أفضل وأحدث المستشفيات الخاصة في موريشيوس. إنه عميل آخر من عملاء أشرف. يفتخر نائب مدير المستشفى البريطاني الأصل ديفيد غراي باصطحابنا في جولة لتفقد الجناح الرئاسي. هذا هو المستشفى الوحيد الحاصل على شهادة المعايير الذهبية في جميع جنوب أفريقيا، ويضم نحو 200 سرير. We get patients from all around the world, from the Indian Ocean and from the Middle East, from the Far East, from Americas, from Europe, everywhere, and we have the ability to translate and provide translation services in many languages. We can welcome patients in Arabic, and a number of our staff are from the Middle East and they speak Arabic. Ahlan wa sahlan. وهو أيضاً قادر على إجراء العمليات الجراحية في القلب والدماغ وتوفير العلاج بالخلايا الجذعية وإجراء عمليات زراعة الكلية أو التخصيب الصناعي. كما أن المستشفى يتمتع بفريق طبي خاص يستعين بدراجات هارلي ديفيدسون في حالات الطوارئ لتفادي الاختناقات المرورية. بور لويس مدينة مزدحمة ذات تركيبة سكانية متنوعة،
أوروبيون بيضو البشرة ينحدرون من المستعمرين الفرنسيين أو البريطانيين، أفريقيون جاء بهم كعبيد منذ 300 عام، وهنود وصينيون جميعهم يشتركون في السعي لبناء دولة موحدة. على طاولتنا أشرف المسلم يساند المزارعين الهنود في محاولة لإقناع مستثمرين مسيحيين بيض البشرة باستثمار مليوني دولار إضافيين، وكالعادة لا يمكن إجراء المحادثات التجارية أمام عدسات الكاميرا. وأثناء محاولة المزارعين لاصطياد بعض المستثمرين، يحاول الزوجان اصطياد بعض الأسماك، وهما الآن يستعدان لمغامرتهما الأولى في عالم صيد الأسماك الكبيرة. تمكن فلورنت من اصطياد سمكة رائعة، ولكن صاحب القارب المختص في صيد أسماك المارلين لم يحظى إلا بسمكة صغيرة. 500-600 كيلو. وبفضل تنوع الأنشطة التي تقدمها تجذب موريشيوس قرابة المليوني زائر سنويا في حوض الأسماك الخاص بوزير السياحة. لن تعثر على أسماك المارلين العملاقة، بل على سمكة التنين، وهي رمز للثروة ووفرة الرزق لدى المجتمع الصيني. Par exemple, pour le mois de février, on a eu la visite de 550 touristes depuis le pays du Golfe. Le chiffre est encore bas, mais en termes de croissance, on a fait presque 300% de croissance. بعض السياح الذين جذبتهم شواطئ موريشيوس الساحرة تحولوا إلى مستثمرين، كما هو الحال مع هانس كيلر الذي جاء من فرنسا لقضاء عطلته عام 1996 وقرر الاستقرار وتأسيس مركز الاتصال هذا. Mais je suis venu au départ comme touriste et je suis resté. Le climat, on est multiculturel, la qualité de vie, la mer, la beauté de l'île. ولكن العمل في مراكز الاتصالات لا يعود بدخل مرتفع للموريشيسيون، ولذلك تضطر الدولة إلى تحسين مهارات شعبها من خلال التعليم. بعد جولة في مكتبة المدرسة مع سلمان حان موعد الصلاة. مسجد المدرسة مزدحم، ولذلك خصصت أكاديمية الدوحة غرفة إضافية للصلاة، ولكنها تكاد لا تكفي لأعداد المصلين. ولهذا السبب أرسلت هيئة الأوقاف القطرية محمد جبر المناعي لزيارة الأكاديمية وتقديم الدعم الكامل لها. قريبا ستعلو مئذنة جامع جديد بجوار المدرسة. جاءت موافقة دولة قطر نعم. على بناء مسجد أكاديمية الدوحة نعم. تكلفة 100,500,000 دولار أمريكي. نحن والحمد لله أهل موريشيوس والمسلمين في موريشيوس كان ينتظرون هذا المشروع بفارق الصبر، والحمد لله الآن ممكن ترون أن الطلبة والمدرسين وأهل المنطقة فرحانين جدا ببداية هذا المشروع، والحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر دولة قطر على هذا المشروع وهذا المسجد الوحيد في هذا الخط، وكذلك يعني لا يوجد أي مسجد على الخط السريع إلا هذا المسجد، وإن شاء الله سيكون أكبر جامع والرمز للمسلمين في موريشيوس إن شاء الله. وتعبيرا عن امتنانهم للشعب القطري، أعد طلاب الأكاديمية مفاجأة خاصة لنا بعد انتهاء الحصص ليوضحوا لنا مدى فخرهم بالدراسة في مدرسة سميت تيمنا باسم عاصمة بلادنا الدوحة. أراد الطلاب أن يقدموا عرضا خاصا للتعبير عن مشاعرهم. فالآن يتوجب علينا الانضمام للزوجين في رحلة مليئة بالمفاجآت.
cherche les dauphins. Il y en a ? Ah oui, il y en a plein. On a la chance de les voir. A priori, c'est pas toujours, mais on a la chance aujourd'hui. On est vraiment sur leur territoire. C'est magnifique. Ah, regardez. C'est que du plus. Il y a toujours de belles surprises, là, en fait. Et voilà, ça fait partie de... C'est super joli, le reflet de l'eau, enfin du soleil sur leur peau, c'est magnifique. Ah, une expérience inoubliable. On nage dans le bonheur. نعود إلى أكاديمية الدوحة. يعود الطلاب إلى منازلهم. تقوم الباصات التي توفرها الأكاديمية بحمل سلمان إلى مدينة الصغيرة التي تبعد مسافة بضع كيلومترات. ليجد والدته وجدته وشقيقه الأكبر في انتظاره مع طبق من السمبوسة المنزلي. Pourquoi j'ai lui fait entrer à Doha? Parce que islamique, on pratique beaucoup notre religion là-bas, surtout le salat, le namaz. Et puis il apprend beaucoup le Coran, il apprend par cœur. واحتراما لوالديه يجتهد سلمان في دراسته ويحصل على أفضل علامة بين جميع زملائه في الدراسة. Je fais de mon mieux. Je ferai tout pour réussir, pour pouvoir aider ma famille, ma mère, tout ça. Les aider à aller faire le hajj parce qu'elles m'ont tout donné. بينما يتسلى جيرانه بلعب الكرة في الشارع، يعكف سلمان على الدراسة في غرفته ويظل هكذا حتى منتصف الليل من كل يوم. يضطر أشرف أيضاً للعمل حتى وقت متأخر من الليل أحياناً، ولكنه كمسلم ملتزم لا يتأخر أبداً عن أداء الفروض. C'est la pratique du prophète de remettre le côté droit avant. Et quand tu enlèves du côté gauche avant. في موريشيوس تتمتع كل ثقافة بأطباقها المحلية المفضلة. ليس بعيدا عن الكنائس التي يجتمع فيها المسيحيون للاحتفال بعيد الفصح، نلتقي بسلمان في أحد المراكز الإسلامية التي بنيت بتبرعات خليجية لخدمة الجالية المسلمة في موريشيوس. بعد انتهاء سلمان من واجباته المدرسية، يحضر إلى المركز لحفظ القرآن وتعلم أحكام تجويده. في ذات الوقت تستعد الأغلبية الهندوسية في البلاد للاحتفال بمهرجانها المقدس. أثناء هذا الاحتفال يقوم الهندوس بإحراق تمثال كبير يرمز إلى الشر والسوء. En même temps, brûlons l'effigie, on brûle ça aussi en même temps. Alors tout le mauvais côté, on le brûle aussi. Et en même temps, que ce soit la négativité dans l'endroit d'être violé, même au niveau du pays de l'île Maurice, même au niveau du monde complet. C'est impressionnant, mais ça va, c'était joli. Ça a été impressionnant.
تستمر هذه الاحتفالية المقدسة على مر يومين متواصلين تتخللها المسيرات الملونة التي يغطي فيها الأشخاص أنفسهم بألوان مختلفة كي لا يتميز الغني عن الفقير أو الأبيض عن الأسود، وعندها يشعر الجميع بأنهم سواسية ويستمتعون معا في الشوارع ولو لبضع ساعات فقط. الألوان، السعادة والإيمان المشترك بمستقبل واعد لجميع الأديان والعقلية المتفتحة لشعبها قد يكون هذا هو السر وراء نجاح وإنجازات موريشيوس.